عوافي ومساء الخير لكل الشباب والصبايا وين ما كنتوا عم تسمعونا. مثل ما كلنا شفنا اليوم 4 أيار 2023 هو رمز للعار الوطني في قضاء سمي يوما ما القضاء اللبناني. هيدا القضاء اليوم حاول مش حاول اليوم ثبت انه عم بيقضي على حاله. اليوم ثبت انه القضاء مرتهن إلى عصابة سياسية على رأس نبيه بري، لأن هذه الجمهورية أو هذه المزرعة هي مزرعة نبيه بري وشركائه من رجال دين ورجال سياسي ورجال مال ورجال أمن ورجال قضاء. اليوم القضاء ثبت بالواقع وبالحقيقة إنه هو عم بيقوس على حاله. على كل حال اليوم القصة منا قصة إنه طلعوا قرار بصرف الرئيس غادة عون من الخدمة، لأنه بالنتيجة هيدا قرار منه نافذ على أصله وبيقدر ينطعن فيه وطعنت فيه قدام الهيئة العليا للتأديب يلي بدها تروح على مجلس القضاء الأعلى، يلي بعده الواحد بيقول بنتأمل إنه بعض القضاة بينتفضوا على الشرف المنهوب والمهتوك من قبل هذه الزمرة من قبل هذه العصابة. هون قبل ما فوت بهيدا التفصيل معلش، في شيء بيسموه يعني انصاف الامور وانصاف الحلول والكلام، انتهى زمنه وانتهى وقته، هلا صار وقت ننتقل لمرحله تانية وراح اشرحها في خضم هيدا الفيديو. بس بدي اقول شغله كتير مهمه، اللي مفكر انه نال من الرئيس غادة عون غبي، اللي مفكر انه هيدي القصة بتتعلق بشخص القاضي غادة عون غبي. ولكن المستغرب واللي بضلني اقول مستغرب انه قسم كبير من الشعب اللبناني، مليون مودع، 100 مليار دولار ايداعات، عم بيحاولوا من خلال اللي صار اليوم ينهون نهائيا، يبطلوا موجودين، حتى الامل باستعادتهم يوما ما عم بيضربوا لكم اياه. هودي يا مليون مودع، القصة مش على قصة غادة عون، القصة بتبلش بقرار بحق الرئيس غادة عون ولكن تنتهي بإنهاء ودايعكم اللي هي 100 مليار دولار واللي هي مخباية بأقبية المصارف وأقبية الزعران. وبدل يعني تخيلوا نبيه بري ووليد جنبلاط ونجيب ميقاتي، هالثلاثي الفاسق الفاسد يلي شنع بالبلد، شنع بدولة لبنان، شنع بمؤسساتها وشنع بالشعب يلي ساكت وهامد وراضي ومثل الأهبل ومثل الغبي. ما حدا بقى يقول لي ليه عم بتقول عن الشعب رتش؟ نعم، قسم كبير من الشعب اللبناني مجموعة رتوشات، كل مجموعة كل شوي من كل مطرح بكل مفرق في مجموعة رتش. القضاة اللي صدروا القرار اليوم شو بدي بانتمائهم السياسي؟ عم بيقولوا عنهم شيء منتمي للاشتراكي وشيء ل 14 اذار وشيء للقوات اللبنانيه. شو بدي بانتمائهم السياسي؟ شو ما كان انتمائهم السياسي مش هون المشكله. المشكله انه هودي القضاة بالتحديد يلي هودي منو لائحه عار على فكره، عم بيقولوا عنهم لائحه عار، لا، لائحه العار هو قسم كبير من الشعب اللبناني اللي هو عار على حاله، وعار على حاله لأنه بجدد لهيدي العصابة ومبسوط فيها وبيضحكوا عليه بالتعميم 158 وبالتعميم 161 لحتى يعطوه 200 دولار من هون، مش عارف انه عم بيفوتوله الخازوق، حديد منثر، حديد منثر عم بيفوتوله الخازوق، مش عارف انه هودي ال 200 دولار هن بيمثلوا هذا الخازوق، او لحتى ما يقولوا هيدا الكلام كبير هالفخ اللي عم ينسبوا له اياه. هودي القضاة ما سألوا اذا التويت اللي عملتها الرئيس غادة عون، طيب تعالوا لنحقق اذا مزبوطة ولا لا عن الاموال والثروات يلي خزنوها هيدي العصابة اعتبارا من سنة 92. سألوا شي سؤال اذا مزبوطة ولا لا؟ ما سألوا. طيب نحن عم نطالب يبرز لنا ورقه باملاكه نبيه بري وبثرواته. نبيه بري فكركم نجيب مئات ووليد جبلاط عتلانين هم مثل ما عتلين هم المودعين يلي
اصلا تبين اليوم انه ما هم عتلانين هم حالهم ولا عتلانين هم مصرياتهم، وبيضحكوا عليهم بال100 دولار وبال200 دولار وبصيرفه وبهالكذبات لحتى يمرقوا لهم المحشيه الكبيره، لحتى يعيدوا هيكله النظام المصرفي القطاع المصرفي، يجيبوا اربع خمس مصارف تطلع بصير هلا، واللي ضوى عليها فراس امبارح اربع خمس مصارف، بيلغوا المصارف القديمه، وهن ذاتهم رؤساء مجلس الاداره، وهن ذاتهم هيدي العصابه الحاكمه اللي بتتالف من نبيه بري ونجيب مئات ووليد جنبلاط وكل هيدي القرطه الموجوده من سنه 92، بيرجعوا بفوتوا مصرياتهم وبيبيضون بهي الطريقه وبيشرعون وبيطلعوا المودعين على الصفر، والمودعين مبسوطين بحالهم، يخرجوا كل واحد من هودي المودعين، ما حدا يتحجج ويقول لي عم نعيش ب100 دولار و200 دولار. للشعب هو اللي بيعمل الثورة، الشعب هو اللي بيهدم أكبر نظام. نبيه بري فرقاني معه أنتو، نجيب مئاتي فرقاني معه أنتو، وليد جملات فرقاني معه أنتو، سليمان فرنجي فرقاني معه أنتو، هولي كلهم زبطوا له مصريات وزبط له يوم رياض سلامة. وثلاث أرباع الإيداعات ال100 مليار دولار، ما بدي أحكي على 150 مليار دولار او الكتله النقديه الضخمه اللي كانت موجوده بالسوق اللبناني، هول الايداعات موجودين باقبيه هودي السياسيين وباقبيه رؤساء مجالس الاداره تبع المصارف وباقبيه رجال الدين يلي بيعمل من رياض سلامه خط احمر وبيعمل من ريسي غدعون خط اخضر. هيدا منه رجل دين، وهيدا لا بحق له يكون بطرك ولا بحق له يكون مفتي ولا بحق له يكون شيخ عقل ولا بحق له يكون رئيس او الشيخ الجعفري الممتاز. هولي حراس على ابواب هيدي العصابه، رؤساء الطوائف عنا حراس على ابواب هيدي العصابه، حراس على ابواب رياض سلامه وزمرته كلها سوا وحزب المصارف. عم بيضحكوا عليكم وانتم ما بتتحركوا. بينزل 50 واحد اليوم، العبره مش بال كثرة العدد، العبرة بالالتزام، العبرة انه السيف عم بيطرق رقابكم وانتم مش حاسين. هيدي هي العبرة. في حدا من هالقضاة الاربعة طلعوا 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 على الاعلام، حدا منكم سأل سؤال بالمداولات اليوم؟ انا عارف كنت امبارح انه القرار طالع دجام كاتبين وخلصين، لانه اجت الاوامر من العصابة تبعيتنا به بري باللبناني المشبرع. انا اكيد انه ما تداولوا ولا سؤال اذا تويتر اللي عملتها الرئيس غدعون في شيء فيها شيء من الصحه، ما سالوا، ما عملوا مداوله بهذا الموضوع. بعدين الطريقه اللي صدروا فيها القرار في كذا مرحله بيمرق فيها القاضي اذا كان ملاحق بالتفتيش القضائي، في اللوم الشفهي، اللوم والتنبيه الخطي، الانذار الخطي، وقف عن الممارسة لمدة 6 أشهر أو 3 أشهر، بيرجع المرحلة اللاحقة كسر من الدرجات، وآخر مرحلة لما بيشوفوا أنه هيدا الملف مستعصي على الحل وأنه هالقاضي هيدا الملاحق ارتكب عدة مخالفات كذا مرة وانحال على التفتيش القضائي كذا مرة، ساعتها بياخدوا قرار بالصرف النهائي من السلك القضائي. بس دغري هيدا شو ببين؟ هيدا ببين انه البطرك الراعي والمفتي دريان وشيخ عقل الطايف الدرزية والمفتي الجعفري ونبيه بري ونجيب مئاتي وفؤاد السنيورة وزمرة الحريري وسليمان فرنجية وسمير جعجع وسامي جميل وكل هيدي المنظومة كلها بتبين انه هني بدهم يقضوا على الرئيس غدعون انتقاما من القضاة الأوروبيين يلي عم بيلاحقوا رياض سلامة وزمرته. هيدي بتبين، هيدي بتبين من خلال هيدا القرار اللي صدر اليوم. وأصلا اوعى تفكروا يعني الرئيس غدعون فرقاني معه والمطران عودي، ما تلخزوني نسيته، هودي هن حراس الوكر تبع هيدي العصابة يلي متكل نبيه بري ونجيب مئات وليد جملاط وغيرهم متكلين على رتش عقل الشعب اللبناني يلي مرتوش على الاخر، يلي ما بيعرف يحاسب وما بده يحاسب وبينق بالنهار وبيروح بيسهر بالليل.
بس انه ينزل من المليون مودع ينزل 10,000 ألف كرمال حقه مش كرمال غدعان. يلي متهمة انه هي انه هي يعني مرتبطة سياسيا بالتيار الوطني الحر، كذب هيدا الحكي، كذب. حتى منا يعني منا وصفة عار انها مرتبطة بالتيار الوطني الحر. وزير العدل يلي طلع قرار بمنع اي قاضي من الخروج على الاعلام الا باذن مسبق. يا اخي ما اختلفنا، هيدا القانون بيقول هيك. شو معناته هيدا القرار بهيدا النهار بالتحديد بوقت اللي صدر القرار بحق الرئيس غدعون؟ شو معناته يا هنري خوري؟ هلا رح احكي بتفاصيل كثيره بهذا الموضوع، لانه صراحه عن جد يعني the time for half measures and talk is over، وقت انصاف الامور والكلام انتهى، هلا بده يصير في الشغل من نوع تاني. فاذا طريقه اصدار القرار هي انتقاما من القضاة الأوروبية برأس الرئيس غدعون. غدعون ما بتمثل القضاء بس، غدعون بتمثل ملاحقة الفاسدين. ومن هون جاي هلأ الحديث عن المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، بس هالمرة أنا ما بقى رح أقبل معك لآخر نفس يقولوا لنا العالم ونحن معكم ونحن ما أدري مع مين. لا هيدا ما بقى ينفع، هيدا ما بقى ينفع. هلأ بحكي شو هو اللي بينفع. فغدعون هيدا القرار مش ضده، هي رجعت على شغلها وطعنت وبتوقف التنفيذ، الطعن بيوقف التنفيذ لحين صدور قرار عن هيئة التأديب العليا اللي مؤلفة من مجلس القضاء الأعلى. وهون اليوم في تحرك لعند على عند بيت سويل عبود، مع انه يعني سويل عبود يعني وترقصه لمجلس القضاء الأعلى فيها 100 علامة استفهام، مش مشكلة صارت. هلا الضغط بده يصير برا، الشغل بده يصير برا، لانه هيدي المنظومه مع القضاة تبعها قاطعين الامل، لانه ما في حدا مثل الرئيس غدعون. ما في القضاة اللي عم يمنعون يظهروا على الاعلام وكذا، ما هيدا القانون اصلا هو بنص هيك، ولكن عم بيربوا القضاة الباقيين بالرئيس غدعون. بس برجع بقلكم الرئيس غدعون ما فرقاني معه، هيها موجوده بعملها وراح تمارس عملها المتلازم والمتتابع، وراح يتقدم قدامها دعاوي ضد الفازين وراح تلحقهم مثل العادة، ما تغير شيء. اوعى تفكروا، اوعى تفكروا نالوا من حذائها للرئيس غدعون، ما حدا نال من حذائها ابدا. بس يا شعب، يا اما قسم كبير من الشعب اللبناني ما في دماغ، يا اما معطر، يا اما الغبا ضربوا لطريقة للعظم لحتى صار مبنج، يا أما منو سئلان، يا أما بيندحك عليه بكل سهولة. ما بدي فوت لا بالسياسة ولا بشي، لا بدي فوت لا بأحزاب ولا بطيارات ولا شيء، لا القضاة سألوا إذا هيدي المعلومات صحيحة. يتفضل نبيه بري 30 سنة رئيس مجلس نواب يطلع بيان بأملاكه، يكشف سرية المصرفية. هون بتصير المحاكمة يا قضاة انتو يا أربعة، هون بتصير المحاكمة. كنت واحد منكم يتجرأ ويقول خلي يكشف عن حساباته نبيه بري، خلي يكشف عن حساباته ولي جملات، خلي يكشف عن حساباته نجيب مئاتي. هذا منهم يتجرأ؟ لا ما رح يتجرأوا، وأصلا قاطعين الأمل منهم بالداخل، قاطعينه على الآخر. وحياتكم هيدا انتقام من الرئيس غدعون، لانه من خلال دعويه تحرك القضاء الاوروبي. وبلشنا نسمع روح مكتف عم بتقتص منه، ونوال بري وهودي يعني الوسخ تبع هيدي العصابه، هو الرتش الوسخ تبعهم. بلشنا نسمع حقدهم ووسختهم وضغينتهم وقرفهم طالعين يحكوا روح ميشيل مكتف. شو عملت له هي لميشيل مكتف؟ ملف ميشيل مكتف، ما ملف التحويلات المالية من خلاله تحرك القضاء الأوروبي، من خلاله. والمودعين مبسوطين بالتعميم 158 و161، وهن عم يلحسوا المبرد، عم يلحسوا المبرد، وجايين وقت بدهم يقولوا يا ريت سمعنا
واللي ما بده يسمع عمره ما يسمع، ان شاء الله بيفوتوا بالحيطان والله لا يردهم صراحة. وشو بعد ناطر الشعب اكتر من هيك مصايب؟ واللي عم يضربوا لك قاضية هي بدها ترجع لك مصاريك، هي بدها ترجع لك تعبك واموالك. ان شاء الله فكرك ربي يبرر، رح يرجع لك يون يا غبي. اول جملات رح يرجع لك يون يا غبي. او مجال رؤساء مجلس الاداره، لا ما بينفع الا الكي بالمراجع الدوليه. هلا رح نفوت بالقصه. فاذا قصه القرار مبينه مركب خالص، ما عملوا لا مداولات ولا شيء، طلعوا قرار بطرده. على كل حال راح تطعن فيه، وماني متعلق بامال واهيه من مجلس قضاء الاعلى. اذا ما بيوعوا على حالهم وبيكونوا قضاة شرفة، الله لا يردهم، الله لا يردهم. بس من اليوم وطالع. انا راح اقول للشباب والصبايا كلهم سوا بالاغتراب وبلبنان، يلي قادر في رقم تليفون على صفحتي، على اللي بيطلع علي لايف، بدي كل شيء في مستندات، ما بقى بدي انباع بالحكي، نحن معك وحبيب قلبنا ونحن كذا ونحن كذا. وقت الحزة ما بتشوف حدا على الطرقات، ما بتشوف حدا عم يدعم. يلي عنده مستندات عن اموال نبيه بري، عن عقارات نبيه بري، انا عم بحط عم بخدها على عاتقي، وانا اكتر واحد اكلها فيكم، اكتر من المودعين بمليار مرة، بزليار مرة. بدي مستندات، كل واحد عنده مستندات جدية عن نبيه بري، عن املاكه، عن نجيب مئاتي، عن املاكه، عن مصدر الثروات اللي عملوها، عن وليد جنبلاط، وعن املاكه، وعن مصدر الثروات اللي عملوها، عن كل واحد سياسي بالدولة اللبنانية. لانه قانونا بحسب القانون الدولي، المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد وتبييض الاموال ومعاهدة الاوروبية اللبنانية لمكافحة الفساد وتبييض الاموال بتنص على آلية انه ندعي على كل سياسينا بلبنان. بدي تبعتولي على رقمي وبالانبوكس على الماسنجر كل شي في مستندات ومن قرنا ومن غربلة، لانه بدنا نتقدم دعاوي بحق رأي نبيه بري بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد وتبييض الاموال. بدنا ندعي على نجيب مئاتي، بدنا ندعي على فؤاد السنيورة، بدنا ندعي على سعد الحريري، بدنا ندعي على رفيق الحريري وموهوب قبره، بدنا ندعي على كل هذه الزمرة اعتبارا من 6/92. وخاصة بدي من أشخاص محددين اللي بيعرفوا انه بيملكوا هذه المستندات. نعم، وأكيد مدام 51% مدام رندا بري كمان، الأملاك اللي عملتها بدي مستندات عليها، وبدي مستندات عن كل المخالفات. أنا شغلتي وعملت اليوم من يوم طالع لاحق هيدي العصابة. أنا ما بروح بجيب حكم من الجرايد وبحطهم وبقول جمعة الجاي بده يصدر قرار، أو برج بلملم لي أفكار مدري من وين وجمعة الجاي وشهر الجاي وكذا، لا أنا بروح بفعل بقرر وبمشي. وبدنا مساعدة من الناس يلي قادرة تساعد بهيدا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالمستندات. هيدي المستندات اذا بتعملوا معروف على الانبوكس وعلى رقم التليفون متوفر على الصفحة، تبعتوا لنا اياهم اعملوا معروف لنقرنهم. دعاوي ما بينفع معهم جوا بلبنان، هولي بينفع معهم بالمراجع الدولية. يعني اللي بيقدر اعملوا معروف اتصلوا فيي، بدنا نعمل لوبي. هالمرة ما بقى في اي واحد يتبنج بالحكي المعسول، كله ما بينفع. بدنا نعمل لوبي، بدنا نروح على المراجع الدولية، لعند الأمين العام للأمم المتحدة، لعند الوزارة الخارجية بأمريكا، على الكونغرس الأمريكي، على الأسامبلي تبعيت فرنسا، على مجلس النواب الفرنسي، عند وزير الخارجية، لعند الرئيس ماكرون، لعند رؤساء الدول الفاعلة. ما رح يمشي الحال إلا بهذه الطريقة. والجمعيات، في الجمعية اللي رافعة دعوة على رياض سلامي بفرنسا، كمان بدنا تندعم هيدي الجمعية، وبدنا المستندات، بدنا ندعي عليهم بالمراجع الدولية تبعا للقانون الدولي، تبعا للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد، وتبعا للمعاهدة الأوروبية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال. ما رح يمشي الحال إلا بهيدي الطريقة.
الرد بيكون قدام المراجع الدولية، وقعد تفكروا ما بنحصل على نتيجة، لا، مشوار واحد على الكونغرس عمله عمر حرفوش غير الموضوع فيما يتعلق برئاسة الجمهورية كلهم. ايه اكيد علي عبد الله كلهم، سليلة نبيه بري كلها، سليلة نجيب مئاتي كلها، سليلة فؤاد السنيورة كلها، سليلة الحريري كلها، الصفدي، كل واحد اشترك بالسلطة العامة بنى المستندات عنه. باري 1 2 3 4 5 6 7 اللي هن بدنا نروح على عندهم، عند الفرنسوية، عند الأوروبية، عند الدول المانحة، لنقول لهم صحيح هن كانوا عم يركبوا لهم فخ لهيدي المنظومة لحتى ينفذوا لهم أوامرهم، ولكن هناك عقود من القروض والهبات والمنح الميسرة التي أغدقت على هذه العصابة اعتبارها من سنة 92، كان من المفترض على الدول المانحة أنه تلاحق تنفيذ هذه العقود، وهون النقطة الأساسية، لأنه في شخصيات سياسية من هذه الدول متورطة مع هذه العصابة. ما في حل غير هيك، ما في حل غير هيك، واحد لوحده صدقوني ما فينا نعملها، واحد لوحده. يلي بده يساعد يتفضل ينزل على الساحة ويتشمر عن زنوده. يا عمي القصة لنا طيار وطني حر، ولنا عونية، ولنا ميشيل عون، ولنا جبران باسيل، ولنا غادة عون، القصة مصير شعب، مصير شعب. يا خي منحكي له عرفوش ما برد، يعني بدكم اياه الا منحكي ما برد، ما بدنا مساعدة حدا، كل واحد عنده أجندة سياسية. اصطفل، نحن ما عندنا أجندة سياسية، ما عندنا أجندة سياسية، القصة ما عندنا قصة سياسية، القصة قصة مصير شعب. إذا الشعب بلبنان ما نسألنا حاله خي، نحن فينا نتحرك عنه، جيبوا لنا مستندات. يلي عنده مستندات يعمل معروف يأمن لي إياها. لك انا بالبوز، انا بالبوز ما عندي مشكله، ما فرقاني معي، يعني اللي بدهم يعملوه عملوه فيي، شو فرقاني معي بعد مذكرات وما ادري، ما فرقاني، شو فرقاني معي يعني. لا لا، مش بس كتاب الابراء المستحيل، الابراء المستحيل هو من سنه كذا لسنه كذا، في عنا من سنه 2012 لهلا، في اهم بكتير، في التهريبات اللي صارت بالاموال اعتبارها من سنه 2019. خي جو، ما بدنا ندخل بالسياسي بالموضوع، في مصير وطن اكيد. وهلا قبل شوي اصدر بيان رئيس تيار وطن حر الوزير جبران باسيل انه بده كمان تنزل العالم وينزل حزب التيار على الارض. ايه، ما بقى في حل، ما بقى في حل، بدنا ضغط داخلي وبدنا ضغط خارجي بنفس الوقت، ان باراليل يعني بالتوازي مع بعضهم. صدقوني شخصين ثلاثه عندهم الامكانيه وعندهم المستندات اللازمه، وحياتكم زيارات المراجع الدوليه، الامم المتحده، ما هيدا الدق بفك الحام، والتقديم بحسب المعاهدات. لانه انتبهوا، في اول شيء تحركات ما بتصير، يعني التحركات اذا ما كانت بالمطرح المناسب ما بتنفع، صدقوني، يعني اذا رفعنا عريضه لمرجع معين ما بينفع. هيدي الامور اللي بتتعلق بتبييض الاموال، اللي بتتعلق اكثر شيء بالعقود التي نتجت عن القروض والمنح بالدول المانحه، سادر وباري 1 2 3 وسادر 1 2 3، هولي في مطارح محدده بده الواحد يكون يفهم فيهم لحتى يقدمها على المرجع المزبوط لحتى يحرك، خاصه انه يجب ان ملاحقه السياسيين الاجانب من هذه الدول المانحه، لانه من خلال المستندات نقدر نوصل. صراحه صرنا عم نعمل دراسه، صرنا اكثر من شهرين ثلاثه لوصلنا لنتيجه حتى باموال رياض سلامه، راح احكيكم عنها تباعا، لانه حكيت من جمعتين عنها انه هناك
إذا بتتذكروا قلت في مجال للربط بين أموال الملاحق بها رياض سلامة وأموال المودعين من أجل الربط بين بعضها، نعمل اليان لحتى نثبت لبعض المودعين اللي بيقدروا يعملوا اشتراكات بالحجز على أموال رياض سلامة ونجيب بيقاتي وطه مئاتي. صدقوني فالعملية مدروسة حرفيا وحرفيا. المرجع يعني لحتى نعرف من أين تؤكل الكتف بده تتقدم الملف إلى المرجع المختص والمناسب، مش بمطارح نقدمها ما توصل لنتيجة، هي ما بتوصل لنتيجة. فيجب اللي بيريد واللي بده يساعد يتفضل من دون لبس كفوف. الرقم موجود على الصفحة وعلى الانبوكس، شو في مستندات قاطعة ودامغة، ما في حل غير هيك. صدقوني هيدا الحكي والنزلات لانه بتنزل فئة من هون بنزلوا لها فئة طائفية من هون، ما هيدا مجتمع الشعوب فيه شعوب لا تفكر بمصلحتها، بتفكر كيف بدها تمرق النهار وبتعمل حالة انه هي ذكية وتضحكت على زعيمة. الله يساعدكم يلي بيفكروا بهيدي الطريقة، هي ما بينفع. ما تخافوا، تحقيقات اللي عم بيقوموا فيها القضاء الاوروبي مع رجا سلام وغيره كله عم يتدون، وجاي جلسات ب 14 شهر و 16 شهر و 23 شهر ايضا بباريس، ما حدا يعتل هم القضاء الاوروبي ابدا، ما حدا. وراح يصير في تحركات كمان الله راد هلا باليومين راح نخليها ترتفع وتيرتها لحتى نروح على مراجع محدده، ولكن لن ينفع الا ملاحقه هذه العصابه بالمستندات الدامغه بالمراجع المختصة الدولية. ليكو هيدي الملاحقات وحياتكم بتعطي نتيجة لو انه الادارات السياسية عندها تفكير اخر. ليه؟ لانه بس تقدموا مستندات ما ليه بياخدوا فيهم وبيشوفوا انه بده يصير في بهدلة وجرصة لدولهم. ما هي هيدي لانه مترابطة ببعضها معلقة ببعضها. يعني الدولة المنحة اللي عاطية مليار لهيدي العصابة من سنة 92 من المفترض انه هيدي المليار تكون موقعة باتفاقيات بين لبنان وبين الدولة المنحة على اساس يكون في ملاحقة لتنفيذ العقود التي تنشأ عن هذه المنح او القروض. ما تلاحقت. هون النقطة الاساسية، هون الدراسة القانونية بيّنت انه ما رح اقول اي هي المراجع اللي منقدر نقدم فيها، بيّنت انه هيدي النقطة بالتحديد تتقدم قدام المرجع الفلاني وهيدي النقطة بالتحديد تتقدم قدام المرجع الفلاني. هيدي هي القصة اللي لازم تنشغل بهيدي الطريقة. فاذا انا بالنسبة لي ما فرقاني معي وين بحي الله دولي بتواجب كرمال هيدا الموضوع، يلي بده اهلا وسهلا فيه واللي ما بده يصطفل ذنبه على جنبه. في مستندات بتبقى دامغه كتير وفي مستندات بتبقى بتملكها بعض الاطراف او الاشخاص وما بيسترجوا يعطوها، وفي مستندات بتبقى عاديه ما بتؤدي الى توفر عناصر يلي من خلالها تقدم الدعاوي او الملفات الى المراجع المختصه دوليا. انتبهوا لانه الواحد ما مشان هيك عم بقول لكم بعتوا المستندات منصنفها، هناك مستندات لا ترقى الى توفر الشروط المنصوص عنها بالمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد وتبييض الاموال والاختلاس العام. بكرة راح يصدروا راح يصدروا بس ما بيحك جلدك الا ضفرك. يعني نحن ننطر الاتحاد الاوروبي يعمل لحاله يطلع بيان يمكن ما يطلعوا، او لحاله يعمل قرار يمكن مش لحاله، بده لوبينج، بده لوبينج الخبرية. وكل واحد بالاغتراب قادر، ليه ما بتتحركوا؟ تفضلوا اتصلوا فينا اخي نحن مستعدين، وما حدا يحط اسمه يا اخي انا ببوز المدفع. فنتأمل انه يصير في تحرك كمان على الارض بلبنان للضغط لحتى يحسوا هول العصابة انه الناس ما بقى مسدتهم. لو والله العظيم
الإعلام عم بيخلي الناس تصدق إنه ملاحقين غادة عون لأنه مرتكب جرائم، وعم بينسوا إنه هي حطت بوست أو ما تبلغت قرار أو ما تبلغت طلب ردها. عم بيخلوا العالم تصدق إنه هودوك المظلومين وهي المذنبة، بينما الحقيقة لا، وما رح نستسلم. مثل ما غادة عون ما بتستسلم، نحن ما رح نستسلم. أكيد في مجال نخلص من هيك منظومة، أكيد لما نشتغل مثل ما لازم، ولما ما ندخل السياسة بهذه الأمور. يا خي للأسف وزير العدل هو وزير وصاية، منه وزير ديريكت يعني على العدلية. المفروض على القضاة هن اللي بحالهم بنطفوا حالهم. فخلينا نشتغل صح، وخلينا نعرف وين بدنا نودي هيدي الأمور. برجع بكرر، الرئيس غادة عون ما فرقاني معه هيدا القرار، يبلوا يشربوا زومه ما فرقاني معه، رجعت على شغلها طعنت بالقرار. وهلا خلينا نشوف سهيل عبود اذا بده يعمل نصاب ولا لا، لانه اذا ما انعقد النصاب هو لمصلحه الرئيس غادة عون، راح اقولها باللبناني مشبرة. ما قلت باول الحديث، زمن انصاف الامور والكلام انتهى. اذا ما انعقد النصاب لمصلحه الرئيس غادة عون، واذا انعقد النصاب خيفين سهيل عبود، اذا انعقد النصاب ينكسر هيدا القرار. بس عيب ولا واحد خالف القضاة، عيب ولا واحد عمل مداولات بالمذاكرة جوا اللي كان صادر قبل بليلة، انه يا اخي هل هل هالمبالغ هل هي حقيقية ولا لا؟ لا بالنسبة للي بيبر ولي جبلاط ونجيب مئاتي، طيب مين ما بيعرف انه نجيب مئاتي عامل ثروات على حساب الشعب؟ مين ما بيعرف انه نبيه بري ومدامته عاملين ثروات على حساب الشعب؟ من وين؟ من معاشه من مجلس النواب؟ هيدا هو السؤال الحقيقي، وهيدا السؤال يلي ماشيين وراهم غاشين وماشيين. خليني اشوف وين بعتوا على الرقم الثاني. اوكي، وزير العدل بيصرح هلا قبل شوي، بامكان القاضي يعاون استمرار بمهامها كالمعتاد. ما اكيد بدها تستمر بمهامها كالمعتاد، لانه القانون بيقول اذا صدر بحق القاضي الملاحق امام هيئه التفتيش او المجلس التاديبي اي قرار بفصله او اي قرار اخر، لا يصدر القرار بصفه النافذ على اصله، وبالتالي الطعن فيه عبر حيالله طريقه اللي بتجيز لها الطعن يؤدي الى وقفه حكما، وبالتالي تستمر بمهامها. أكد وزير العدل اللبناني هاري خوري في حديث للمشهد أن بإمكان القاضية غادة عون الاستمرار بمهامها كالمعتاد طالما لم يبرم الحكم بصرفها. وتابع، أنا لا أقول أن القضاء في لبنان بخير، ولكن هناك تضخيم للواقع الحاصل. لا أسمح لنا فيها، ما في تضخيم للواقع الحاصل أبدا، ما في تضخيم. الآلية بصدور هذا القرار هي مشحفة بغض النظر عما نسب إلى الرئيس غادة عون. يا حضرة وزير العدل، كيف يعني في كذا مرحلة وهيدي أول مرة بيطلع قرار بالتفتيش قضائي أو ملاحقة قدام المجلس التأديبي ما عندها ثوابت؟ يعني من المفترض أن تكون الرئيس غادة عون ينعطاها مجال باللوم أو التنبيه. لا مش مضخم، ما إنه تضخيم أبدا حضرة الوزير. وأضاف، نعيش أزمة كبيرة في القضاء لأنه ولأول مرة يواجه ملفين كبيرين على مستوى الوطن، قضية تفجير المرفأ وقضية المصارف. قضية المصارف هيدا حزب المصارف وحزب عصابة نبيه بري ونجيب مئاتي وليد جنبلاط وزمرتهم كلها عم بيحطوا انتقامهم بالرئيس غادة عون، لأنها هي التي حركت الملفات المالية على رياض سلامة، ومن خلال هذه الملفات تحركت الملفات بالقضاء الأوروبي، وسوف تتحرك ملفات أكبر. اثنين، وين هي حضرة الوزير العدل؟ وين قضية مرفق بيروت؟ وين؟ مين اللي عملها؟ ليش مسكوا من سكت عنا؟ وليش بتسمحوا لواحد مثل نبيه بري يلعب بالقضاء بهذه الطريقة؟ على كل حال بدي وجه كبس كلمة لا يلي انسرقوا أموالهم بمئات ملايين دولارات بأفريقيا الغربية من إخواتنا الشيعة، اتصلوا فيي
اتصلوا، يجب انه ترفعوا انتو دعوة كلكم على نبي بري. كان يودي لكم ياسين جابر ومدري مين من النواب على افريقيا الغربية يغروكم يقول لكم تعوا جيبوا مصرياتكم لنعطيكم فوائد عالية. مشان هيك طلعت خبرية البلوك اللي عم تسعى انه بده ياخذوا نبيه بري ليعمر اوتيلات على الشط بالجنوب يلي عامله من ملكيته لحتى يعوضوا لكم شوي، يشريكم شوية اسهم، بكون ترقكم هدوك المصريات وهلا بيترككم كمان بالفنادق وبالاوتيلات وبالمطاعم اللي بدكم تعملوها. الرقم موجود على الصفحة، تواصلوا معي وما حدا يفزع، وما حدا يفزع. فيا حضرة وزير العدل، بعرف انك انت ما عندك صلاحية بالنسبة لهي الامور الخاصة بالقضاء، وبنعرف انه بترجع الرئيس غاد عون ورجعت على شغله، ما في مشكلة. بس تنبيه اخير هيك رفع العتب، والله القضاة بمجلس القضاء الاعلى لما تنرفع، لما بيكون دبتوا هيئة العليا للتأديب بتكون دبتوا بالطعن تبع الرئيس غاد عون، اخي قاطعين الامل بس عم نرفع على العتب. حكموا ضميركم لانه اليوم الحساب بده يكون عسير، والله العظيم مش عم بمزح. قدام المراجع الدولية سوف تتقدم كل الامور يلي عم بتأدي الى هذا الموضوع. شفتوا لو اخذوا قرار باللوم او بالتنبيه على الرئيس غادة عون كان سكت الواحد، كان قال يا خيي يمكن ما بحق الا تحط هذا البوست، او كان قال مثلا. بس انتبهوا، تبليغات يا انتوا هودي القضاة اللي صدروا القرار اليوم، تبليغات للرئيس غادة عون يجب ان يتبلغ كافة افراق الدعوة طلب كف اليد قبل ما تتبلغ الرئيس القاضي المطلوب كف يده. فكرتوا فيها ايه؟ لا اكيد لا. على كل حال هيدا كان فحوى حديثنا اليوم، بكرة يوم اخر وسوف نتابع، وبتمنى على كل اللي قادرين يساعدوا يتفضلوا يتواصلوا معنا على الرقم وعلى الماسنجر تبع الفيسبوك، والرقم موجود على الصفحة. وما حدا ابدا لا يستسلم ولا يفكر انه هيدا اليوم اللي صار هو ضربة موجعة للي عم بيكافح الفساد، لا ابدا ابدا. وحياتكم، هيدي وصمة عار فيهم وهيدي إداني لألهم، وهيدي الإداني ناطرينا مناطرة لحتى نقدمها على طبق من ألماز قدام المراجع الدولية. منشوفكم بكرا الله راد الساعة 9:30 مجددا، انطرونا لحتى نطلعكم على كافة التفاصيل بإذن الله. وبتمنى كل المستندات اللي عنده واللي قادر يساعد يتفضل يحكيني لحتى نشوف شو بدنا نعمل. تصبحوا على ألف خير.